شغله حلا الترك فنانة كلنا حبيناها بنية صغيرة نجحت قدمت أغنية بنت الحبوبة مع مشاعر أغنية يت قدمت عمل في العيد وهو حكاية كان عنده شنو الحبوبة كان معاه نخبة من الفنانين الشباب عبد الله الطليحي أحمد حسين جاسم عباس مجموعة كبيرة يمكن أنسى أساميهم لأني ما رحت العرض أنا حلا الترك شفت لها لقاء في خيمة الراي تفاجأت فيها الصراحة أنا أول مرة أشوفها بلقاء أنا ما شفتها إلا يمكن مرة كان في لقاء حق السيدة النجمة الرائعة سعاد عبد الله على الام بي سي كان مع جين عمران وكان أتذكر يمكن من أقل من سنة جت وبس سلمت وصورت مع الفنانة الكبيرة سعاد عبد الله بس لكن لقاء ما شفته صراحة اندهشت لما شفتها في خيمة الراية لا شوفوا في فرق بين الجرأة والوقاحة على فكرة في شعرة بين الجرأة والوقاحة يعني حلو ان الياهل يكون جريء وذكي بس مو حلو انه يفقد اداب التعامل مع الاخر لان هذا الاساس اللي راح ينبني عليه يعني البنية انا شفتها في خيمة الراي صراحة فنان عصام الرائع عصام كمال ما عرف يتكلم لا خلت ابوها يتكلم لا ما شنو في جرأة حتى بطريقة الحوار ويا الاب يعني احنا اليهال المشكلة ان يهالنا يحبونها فبالتالي هذا يأثر على الطفل هذا تأثير سلبي ثاني ايه يعني في شغل يعني تمد ايدها يعني في جرأة منها على ابوها هذا باتشر كل عيال راح يقعدون يعني يقلدونها يعني تعرف اسمه الاعلام السلبي لا شوف شغله يعني انا ابو والد حلا الترك يعني اذا انت معودها على هذه الطريقه في البيت هاي مو لازم يطلع اعلاميا لان هذا اعلام سلبي يعني ما انت قررته ان تنتهجه مع ابنتك اعتقد مو لازم ينتهجونك للاطفال في وطننا العربي لان اعتقد الراي هي قناه عربيه اكثر منها كويتيه فهذا الشيء غير مقبول لكن انا تفاجأت انا قالوا لي ان يعني هني في الكويت وايد شافوها قالوا لي شوي قاعد تتعامل كانها مرة عودة كانها في غرور بس ما صدقت بعدين شفتها كنت عن بعد الصراحة عندها وايد اسلوب سيء بالتعامل مع الاطفال يعني ترى على فكرة يعني ترى ما انتي انغام ولا فيروز اللي طلعها انور وجدي يعني انت مو معجزة ترى من المعجزات لما الحين يعني انت لسه بدايتك يعني ترى مو فنانة كبيرة صحيح مو في يعني ما انتم كلثوم ولا شريهان يعني اعتقد من ابسط الاساليب انك تعرفين تتعاملين مع الاطفال ترى الاطفال هذي اللي جايين وقاطعين ايش تذكره يا حلا الترك او يا والد حلا الترك لان ايضا مبين ان في اسلوب مشترك هو معلمها على هالاسلوب فهي قاعد ما في لان اليوم العجينة هو على هالاساس يتم تشكيله يعني يدس حتى اليهال ترفض التصوير معاهم ايش دعوة لطيفة ولا سميرة سعيد بفهم انا تدز الاطفال وترفض التصوير معاهم يعني شيء غريب ترى على فكرة حلا الترك هذول الاطفال لو ما يحنون على راس امهم وابوهم ترى ما يبون اهاليهم يقطعوا لك تذكرة هم بالتالي هم اللي دافعين لك اجرك يعني ما ادري طبعا انت قدرتي او
الوالد يقبضها، بس اعتقد هو كونه ولي امرك راح هو اللي يقبضها. فبالتالي الناس هذه تحترم، هذه اهالي وما حنا علمهم ابوهم ما يو ولا انقطع ولا قطعوا لك تذكره وما دفعوا لك الاجر مالك وما ياتي الكويت. فيا ريت المره الجايه لما تروحين تقدمين عرض سواء بالكويت او اي مكان تحترمين هذا الطفل اللي جالك. وانا الحين بحط لكم تسجيل، شوفي شلون تعاملت مع الطفله اللي جايت لها على المسرح ودزتها، رفضت. السيده ام كلثوم رفضت انها تصور مع الياهل. Hey, mom.